الصحة والجمال. الحقيقة بنتناقش في كل الأمور وفي كل المسائل اللي ليها ارتباط ما بين أهل العلم وأهل التخصص وأهل الدين والجانب الفقهي والجانب الديني في حياة الأشخاص. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، الحقيقة موضوع أنا شخصيا بكرهه جدا جدا جدا، هو موضوع الكذب. الكذب انتشر الفترة الأخيرة، الكذب بطريقة غير طبيعية، الكذب في كل الوسائل، الكذب على الشاشات، الكذب في البيوت، الكذب في الشوارع، الكذب في البيع والشراء، الكذب في كل الأشياء. الأطفال الصغيرين بيكذبوا، الآباء والأمهات بتكذب، المدرس بيكذب، الطبيب بيكذب، الكذب كأن الناس حللت الكذب عن نفسها، أصبح الكذب ده شيء عادي وشيء طبيعي إن واحد يكذب. تقول أول واحد أنت بتكذب ليه؟ يلا يا عم مش إشكال، الكذبة بيضة. أنت بتكذب ليه حضرتك؟ ما أنا لازم أعمل كده علشان أمشي أموري. حضرتك بتكذب ليه؟ أنا لازم أعمل كده علشان يكون عندي أمشي تجارتي وأمشي حاجتي وأمشي دنيتي. يا فندم حضرتك بتكذب، حضرتك كذاب. الكذاب ده النبي صلى الله عليه وسلم قال انه حديث، وربنا سبحانه وتعالى قال في ايات الكذب ده حرام، حضرتك بتعمل حاجه حرام، حضرتك بتعمل حاجه من الكبائر. هو مش متخيل ده ومش متوقع ده، وده بيرجع لاسباب كتير قوي، منها الدين، منها التربيه، منها الخلق، منها المجتمع اللي هو اتربى فيه وماشي فيه، منها ان بقى اكترنا واكتر الناس اللي حواليه كذابين. فالموضوع بالنسبه له ما عندوش اي مشكله خالص ان احنا كلنا بنكذب، فكلنا بنعمل هذا الذنب سواء. طبعا عاده في الشعب او في عاده في الشخص لما يكون بيعمل خطا وبيجد ناس كتير بتشاركوا في هذا الخطا، فهو بالنسبه لهم ده مش خطا عشان ناس كتير بتعمله، مش بيبرر لنفسه انه ده خطا، لا ده بيبرر لكل الناس بتعمله، فما عندوش اي مشاكل في هذا الامر. نقدر نتكلم عن الكذب ما بين العلم والدين، ازاي نقارن هذه الاشياء. تعالوا بينا نبدا حلقتنا، ولكن في البدايه اسمحوا لي ارحب بضيوفي الكرام اللي مشرفيني ومنورني النهارده. في البداية أرحب بضيفي فضيلة الشيخ هاني محمود، مدرس مساعد بقسم الشريعة الإسلامية كلية الحقوق جامعة عين شمس. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين وأستاذنا الدكتور سيد. حضرتك مشرفنا ومنورنا. الله يخليك يا فندم. أيضا أرحب بضيفي من الجهية من الناحية العلمية والناحية النفسية، فضيلة الدكتور السيد الزيني استشاري الصحة النفسية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مرسي بحضرتك وشكرا ليك، واهلا بالاستاذ هاني واهلا بالمشاهدين. يعني اتمنى تكون حلقه شيقه ونخرج بابر استفاده المشاهدين ان شاء الله. ان شاء الله نسال الله ذلك. قناه الصحه والجمال بتشرف بنوابغ مثل حضراتكم. الله يبارك في حضرتك. نبدا حلقتنا ان شاء الله، ولكن تعالوا اسمحوا لي نطلع فاصل ونرجع حضراتكم مره ثانيه. مشاهدينا الكرام مستمرين مع حضراتكم، نطلع فاصل قصير ونرجع حضراتكم مره ثانيه. مساء الخير مشاهدينا الكرام، موجودين مع حضراتكم على قناه الصحه والجمال وبرنامج صحه ودين. صحة ودين زي ما قلت لحضراتكم بنجمع ما بين المواضيع المهمة اللي بتشمل تخصص أهل العلم وأهل الدين، الجانب الديني والجانب العلمي. النهاردة هنتكلم عن الكذب، الكذب ما بين المنظور العلمي وما بين المنظور الديني. إيه هو الكذب وتعريفه ومبرراته، وهل فعلا في كذبة بيضة وكذبة سودة، مثل هذه الأشياء الكتير اللي احنا بنتكلم عنها. كل ده هنعرفه في حلقتنا النهاردة، ولكن في البداية اسمحوا لي ارحب بضيوفي الكرام اللي مشرفيني ومنورني النهاردة، فضيلة الشيخ هاني محمود مدرس مساعد بقسم الشريعة الإسلامية كلية الحقوق جامعة عين شمس. أهلا وسهلا بحضرتك يا شيخ. أهلا وسهلا بحضرتك السادة المشاهدين والدكتور سيد. أهلا بك يا رب. وأيضا من الناحية النفسية والناحية العلمية فضيلة الدكتور السيد الزيني استشاري الصحة النفسية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك مشرفنا ومنور. ربنا يحفظك. يعني مشرفينا ومنورنا، ونتمنى تكون حلقة شيقة ونخرج بدور استفادة المشاهدين الكرام إن شاء الله. متشكر جدا. يا رب إن شاء الله. خلينا في البداية لو هنتكلم عن الكذب. الكذب إيه هو الكذب؟ خلينا في البداية نعرفه من الناحية الدينية فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فيعني دي بداية طيبة ان احنا نبدأ بتعريف الكذب. نعم. اللي هو موضوع الحلقة بتاعتنا. الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف الواقع. يعني انا مثلا لو قلت ذهب محمد الى المدرسة يوم الاثنين، في حين ان محمد يوم الاثنين كان في بيته ما خرجش منه، يبقى معنى كده ان انا اخبرت بشيء على خلاف الواقع، لان الواقع ان محمد كان في البيت ولم يخرج، وبالتالي لما اقول ان هو ذهب الى المدرسه يبقى انا اخبرت بالشيء على خلاف الواقع، فهو
هذا هو معنى الكذب، ويؤخذ منه أن الصدق على العكس، الصدق هو أن تخبر بالشيء على وفق ما هو موجود في الايه في الواقع. يعني لو فعلا محمد ذهب الى المدرسه يوم الاثنين وانا قلت ذهب محمد الى المدرسه يوم الاثنين، يبقى انا كده ايه اخبرت بالشيء كما هو في الواقع، وبالتالي فهذا هو الايه فهذا هو الصدق. طبعا الحكم الشرعي للكذب لا يخفى على احد، فنحن نعلم جميعا ان الكذب من الرذائل التي حرمها الاسلام، وهو من أمهات الرذائل. نعم. أمهات الرذائل معناها إن هي أنواع من الرذائل اللي هي الصفات السيئة أو الخصال غير الحميدة، ده معنى الرذائل. أمهات الرذائل اللي هي لو الإنسان عود نفسه عليها مش هتقف عندها وبس، وإنما هتتعدى في إن هي تخلي الإنسان يفعل الكثير من الرذائل الأخرى. وده بنجده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور. ودي الجملة اللي أنا عايز أقف عندها عشان أبين معنى إن الكذب من أمهات الرذائل. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، يعني يؤدي بالإنسان إلى الفجور لو إنه لو إنه عود نفسه على الإيه على الكذب، يهدي إلى الفجور. ولا وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ده برضو ملمح آخر عايز أقف عنده في الحديث، إن الكذب مسألة تعود. هو ده يمكن ليه علاقة بقضية إيه السبب بتاع الكذب. الكذب مسألة تعود، أنت لو عودت نفسك أو عودت لسانك على إن هو ما يقولش فخلاص أنت تعمل ده، فخلاص هيبقى يتحول إلى خلق. هو معنى كلمة خلق إيه؟ معنى كلمة خلق الخلق هي العادة اللي كررها الإنسان لحد ما ترسخت في نفسه وترسخت في قلبه حتى تحولت إلى شيء ثابت. عادة حسنة وعادة سيئة، ما هو الخلق بالظبط. واحد صاحب خلق حسن وواحد صاحب خلق سيئ. بالظبط، كلمة الأخلاق فيها أخلاق حسنة وفيها أخلاق سيئة. فهي فكرة الأخلاق إن عادة معينة أنا عودت نفسي عليها حتى ترسخت جوايا، سواء كانت عادة حسنة أو كانت عادة سيئة. يبقى إذن الكذب يأتي بالاعتياد أساسا، طبعا لأسباب يرجع بعضها إلى التربية، الخلل في التربية، لأسباب يرجع بعضها إلى أن الإنسان بيتبع الهوى والشهوات وما إلى ذلك وينساق وراءها دون أن ينظر في عواقب الأمور. نعم، نتطرق لها بعد تعريف الكذب من الناحية النفسية والعلمية. دكتور سيد، هو بسم الله الرحمن الرحيم، في الأول أنا شكر طبعا تعريف الدكتور هاني لأن هيقرب لنا المسافة شوية. لأن الأساس أو الحاجة البيز إن احنا ناخد من الدين، لأن الدين ده العقيد هو الأصل. بالضبط. فبعد كده نطلع للمبادئ العلمية اللي هي تعريف الكذب في علم النفس والعلوم الأخرى اللي هي بتختص بالإنسان زي علم الاجتماع أو خلافه. تمام. الكذب هو سلوك قولي أو فعلي يخالف الواقع زي ما الدكتور قال، لكن بزيادة أو نقص أو حذف أو تغيير. تمام. بمعنى ممكن أنا أنقل زي ما مولانا قال الخبر لكن أزيد عليه، الخبر صحيح لكن أنا زودت عليه، هذا من باب الكذب. أو أفتري عليه فأنقص منه، أو أغيره كاملا، الولد ما راحش لأ أنا قلت رحت راح، يبقى ده تغيير الحالة كاملة. أو عكسه تماما، ألقي اللوم على الآخر بما فعلته أنا. وده برضو من الجانب العدائي أو الكذب العدائي اللي هو بيبقى فيه عدوانية ناحية الجنس الأخر أو الجهة الأخرى. فهو الكذب حالة سلوكية بنقول عليها مغايرة للواقع، لكنها بتغيير أو بحذف أو بزيادة أو بنقص. وده طوالي هنلاقيه نوع من أنواع الافتراءات أو نوع من أنواع الاختلاسات أو نوع من أنواع عدم الانضباط السلوكي اللي هو بيبقى فيه اضطراب حالة مزاجية نفسية بتصيب الإنسان، مما يؤدي إلى إن هو يضطر إلى الكذب أو اعتاد الكذب. تمام. طيب خليني أعرف من حضراتكم فكرة إن الشخص ده هو كذاب. شيخ هاني قلت إن الكذاب ده هو بقى عنده خلق وتعود فأصبح الخلق بتاعه شخص كاذب. الشخص ده نشأ من خلاله هذا الخلق عن طريق إيه؟ يمكن أنا أشرت في الجزء الأول إلى أن الكذب بيكون لأسباب متعددة. يمكن أهم الأسباب وجود خلل في التربية.
يعني تحضر لي هنا قصة من قصص السنة النبوية الشريفة اللي هي عن سيدنا عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زارنا ذات يوم وأنا صغير، فأردت أن أذهب لألعب، فنادتني أمي وقالت: تعال أعطيك. يعني هو راح عشان يلعب، فأمه ندهت له وقالت له: تعال وأنا هديك حاجة حلوة، يعني زي ما بنقول زي بالبلد. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما سابش الموقف يعدي كده من غير ما يدينا لمحة تربوية. قال لأم عبد الله: ماذا أردت أن تعطيه؟ إيه اللي كان في إيه اللي في نيتك إنك تديهوله؟ فقالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف بقى اللمحة التربوية اللي بتغيب عن كثير من الآباء والأمهات، قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة. بنجد كثير من الأمهات عايزة بيحصل دلوقتي كل الناس كلها كذابين بتستهين بهذه القضية، رغم ان يعني اولا هي لو ان هي ما عملتش كده، ما عملتش زي ما قالت للولد، اولا هيبقى كذب، ثانيا هيبقى نوع من انواع الاخلاف في الوعد، لان هي وعدته انها تديله حاجه حلوه عشان يقعد، وبعدين ايه خليت بيه وضحكت عليه يعني. فيبقى هي كده الاب او الام بيدي قدوه سيئه للولد في ان هو يكون كذاب، او في ان هو يتعلم خلق سيء وهو خلق اخلاف الوعد. فمساله التربيه مساله حساسه جدا، ويمكن استاذ الدكتور السيد يقدر يغطي الموضوع ده بشكل افضل والاثار السلبيه للكذب في عمليه التربيه. لكن اللي عايز اكد عليه إن الكذب من أكثر الأشياء التي يمكن أن يفسد بها الوالدان الأولاد، إذا تحول الوالد أو الوالدة إلى قدوة سيئة في هذه الجزئية. تمام. فده سبب مهم جدا اللي هو وجود الخلل في التربية. طبعا في أسباب أخرى، ممكن الإنسان يكذب لأنه هو مثلا عاوز أنه هو يتميز بين الناس، ولهذا جاء أيضا في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم الذي يكذب من أجل أن يضحك الناس، أنه يختلق قصة باطلة ويحكيها للناس بأسلوب مؤثر عشان خاطر إيه؟ يعني مش هي فكرة النكتة على حسب توظيفها إيه؟ يعني النكتة هل أنت بتوظفها عشان تدي معنى أو تدي عبرة أو تدي حكمة أو تعلق على موقف، ولا أنت بتقول النكتة من باب السخرية أو أنك عايز تحقر من شأن حد أو تحقر من شأن طائفة. فهي لكن اللي أنا عايز أقوله أن الإنسان يختلق قصة، أنه هو يقعد يحكي للناس على أن الشيء ده حصل وحصل وحصل، إما لأنه هو عايز يعمل نفسه مثلا بطل القصة بحيث أنه هو يتميز بين الناس بأنه مثلا شجاع أو أنه هو بطل أو أنه هو كذا. فالرغبة في التميز قد تكون أحد الأسباب التي تدفع الإنسان إلى اختلاق الأكاذيب، أو الرغبة في أن الإنسان عايز يجني مكسب من المكاسب المادية، وده مثلا بنجده في شهادة الزور. فشاهد الزور مثلا اتعرض عليه مبلغ معين، يعمل حاجة معينة عشان ياخد فلوس معينة. بالضبط. وطبعا الحديث الشهير في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا ثم جلس، يعني كان مضطجع صلى الله عليه وسلم ثم قام وقعد. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذه الجملة حتى أشفق الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ليته سكت. فده طبعا دافع تاني من الأسباب اللي بتخلي الإنسان يلجأ إلى الكذب، أنه هو عايز يجني مصلحة مادية من خلال شهادة الإيه، من خلال شهادة الزور. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهي ساعات المصالح النفعية، لو أن الإنسان ضعفت نفسه واتبع الهوى واتبع الشهوة، فيلجأ إلى الأكاذيب من أجل تحقيق مصالح غير مشروعة. تمام. دكتور سيد، أسباب الكذب من الناحية النفسية، شيخاني زي ما تكرم قال إن أول سبب من هذه الأسباب هي التربية. جميل. الوالدين هم العامل الأساسي. مزبوط. في الخلق المكتسب للطفل أو للطفل. جميل. أنا هبدأ من حيث انتهى مولانا وحيث حضرتك أضفت وأشرت. هو فعلا وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. نعم. مشى الطاووس يوما في اختيال فراح وقلد مشيته بنو. واحنا بنقول فعلا الوالدين، لان الوالدين احنا عندنا في اسلوب البرمجه اللغويه العصبيه اللي بنعلمها للناس في
التنمية البشرية والعلوم الإدارية بنقول إن أول حاجة بتؤثر في سلوك الشخص في البدايات الوالدين، وبعد كده بيجي الأصدقاء والمدرسة والمجتمع والمحيط به العائلة، وبعد كده المجتمع ككل، وبعد كده الإعلام، وبعد كده هو بعد سن 16 سنة اكتملت شخصيته فهو مسؤول عن أفعاله. عشان كده بنقول فعلا زي ما ذكر مولانا الشيخ دكتور هاني، فعلا هو الوالدين أساس وأم التربية، ولذلك الأم سميت أم لأنها تأم كل سلوك يختص بالشخص حتى وهو جنين في بطنها. عشان كده بنقول ما ينفعش أنا مثلا ابني قاعد والتليفون بيرن فانا اقول يا ابني قول له مش موجود، انا كده بديله خلق ده سلوك عملي على الكذب. فانا بزرع جواه التهرب، بزرع جواه عدم المسؤولية، بزرع جواه التملص، بزرع من جواه حاجة سلبية جدا. احنا بنقول ان هو ما بيتأثرش. مين اللي قال ما بيتأثرش؟ 80% سلوكيات الطفل لغاية 6 سنين بتكون من سلوكيات الشخصية. بعد كده بيطلع زي ما اشار الدكتور ان هو بعد كده بيطلع لمجتمع كله بلا استثناء، مش هنبالغ ونقول الا من رحم ربي، بيتعامل فعلا تحت مظلة الدبلوماسية السياسية. والدبلوماسية ما هي الا مخالفة للواقع، فكل مخالفة للواقع اصبح كذبا. زي ما ذكر مولانا ما فيش حاجة اسمها كذبة بيضة وكذبة سودة الا في 3 حالات، ومولانا طبعا قبل التسجيل كان اشار اليهم او قبل الهوى. فاحنا بنقول لا، الوالدين فعلا، لان التقليد نوع من انواع الكذب، ان هو بيقلد باباه. في بعد كده اللي هي التأنين الاجتماعي اللي هي اين انا. لو بنتكلم على فكرة ان الوالدين ممكن يعني يكسبوا الاطفال او الابناء طريق خطأ اللي هو عن طريق رد على التليفون او كذا، لا ده احنا بنلاقي بعض الوالدين هو نفسه بيكذب على ابنه. ما هو احنا بنقول برضو زي ما اشار الشيخ هاني، طب تعال وانا هديلك حاجه وما ادتلوش التمره حسبت كذبه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، حسبت كذبه، ما فيش حاجه اسمها ابيض واسود وانا كنت بضحك على الوالد. ده كمان الشكل الطفولي، يعني ده الحديث. ما هو نرجع بقى للناحيه النفسيه، بجي لما صنفها 3 الاعمار البدائيه بيكذب كذب طفولي، كذب بريء شويه، ان هو لما بيحكي القصه هو مش قادر في المحتوى المعجمي اللي عنده في داخل العقل المخزون ان هو يقول لك القصه بجميع تفاصيلها وجميع حذافيرها، فهو بينقل بعض الصور ويترك البعض الاخر من سن 3 سنين الى 4 سنين. بعد كده من سن 5 6 7 بيختلق قصص وهميه، وده بنقول يا جماعه ما تعاقبوش الولد في السن ده لما بيحكي قصه خياليه ما حصلتش. وبنت مثلا ماسكه دميه بتلعب بيها عروسه، بتلعب بيها وبعدين بتكلمها وتخاطبها على انها فعلا حقيقه، طب تعالي يا حبيبتي، تعالي يا بنت، طب احنا هنغني، طب احنا مش عارف ايه. لا، القصه فعلا يا جماعه ده زي ما بنقول كده براءه شاعر، يعني الشاعر لما بيجي ويبدع في خياله الخصب ده طفولي، ده طفولي. بيتخيل هو عالمه الخاص، هو عالمه خيالي في سن 5 أو 6 أو 7. لكن بعد 7 لو هو لقى السلوك ده في المجتمع بيبرأ فلان من العقاب او بيجلب ليه نفع، فهو يقول لك واي نوت، ليه ما اخدش بيه، ده بيحقق منفعه وبيهربني من العقاب. عشان كده برضو بنقول لو ابنك بيكذب ما تعاقبوش، علشان انت بتخليه يضطر بعد كده ان هو برضو ما يقولكش برضو الحقيقه، لان العقاب البدني بيخليه يهرب من ان انت تعاقبه. فيهرب ازاي؟ يهرب على ان هو يقول لك على غير الحقيقه اللي انت حضرتك بتقول. عشان كده انواع الكذب كتير جدا في علم النفس، عدائي ودعائي زي ما مولانا قال، ان هو صاحب وجهه في المجتمع او يخلق كارير او بوزيشن او كاركتر معين بين الناس، فهو يعمل ايه؟ يكذب. وده نوع من انواع الكذب الاجتماعي. عكسها الاناني اللي هو التأنين الاجتماعي. الاناني اللي هو الانا عنده عاليه فعايز يهرب من اي عقوبه هو صاحب فعل فيها، فيروح مصدرها لاخوه. اي حاجه بتحصل منه هو يكون ضارب اخوه، يجري على مامته تقول ايه الحق ده شتمني، قبل ما هو الولد التاني اللي مضروب يقول لمامته، وعلى اثرها تعاقب الام الولد المظلوم وتترك الظالم. فهو اذا يجني ثمار وهو طفل بريء صغير من جراء الكذب. فده بينشأ لغايه لما يحقق منافع كبيره. وده اللي احنا بنقول عليه في السياسه اكبر عالم فيه الكذب السياسي. طب احنا بنلاقي بعض الشباب وبعض الناس اللي هم في الجامعات والوظائف وكذا، فكره الشخص الحذق اللي هو الفيلسوف، اللي انا عايز اضحك الناس وعايز اكسب الجو وعايز اعمل اللي انا عارف كل حاجه وانا بتاع كل حاجه وانا ادخل نفسي كل حاجه.
هو مش عارف حاجه وليه حته معينه، وربنا سبحانه وتعالى يعني خلقنا مختصين، كل واحد ليه اختصاص في حاجه معينه. الشخص اللي زي ده بيبقى بيحكم عليه بشخص كاذب، يعني بيدعي مثل هذه الاشياء، هو ده شخص كاذب ولا ده حاجه نفسيه بقى؟ دكتور سيد عرفها لنا. يعني لو تأملنا في الكتاب والسنة سنجد أن الشريعة لم تترك أيضا مثل هذه الحالة من غير تشخيص وتوصيف وعلاج. فنجد مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. أقول الحديث مرة أخرى لأنه يمكن جديد على بعض الأسماع: من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. إيه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده ان الواحد بيدعي لنفسه حاجة هي مش في امكانياته او مش في قدرته، بس هو بيدعيها لنفسه زي ما قلنا في الاول من باب الرغبة في التميز، ولكنه رغبة في التميز الكاذب او رغبة في التميز الخداعي او الوهمي. فعشان يظهر نفسه في يعني حجم اكبر من حجمه، يبدأ ان هو ينسب لنفسه امكانيات هي مش امكانياته. الأسوأ من كده ان هو ممكن يسرق مجهود الاخرين وينسبه لنفسه عشان يحصل له حاله من التضخم الكاذب اللي ترضي النزعه الانانيه اللي اشار اليها استاذنا، لكن بالخداع وبالوهم. فده معنى التشبع بما لم يعطى الانسان. شوف حتى لفظ التشبع، التشبع جايب لي مثلا يقول لك ده انا شبعت، شبعت يعني امتلأت من ايه؟ من هذا الشيء. يعني هو يتعمق ويتغلغل الأمر عنده حتى يصل إلى حد الامتلاء من الأكاذيب. وحتى لو وصل إلى حد الامتلاء، فطول ما الرغبة دي موجودة عنده هو عايز كمان، سيستمر هو عايز كمان. سوف يستمر في اختلاق الأكاذيب أو الاستيلاء على مجهودات الآخرين، لأن الموضوع تحول عنده إلى حالة مرضية ممكن يتكلم عنها يعني أستاذنا. ولن يشبع من هذا الأمر طول ما أصل الداء موجود. ولذلك يعني احنا دايما بنقول ان علاج اي داء من الادواء اللي هي الامراض النفسيه او الخلقيه زي الكذب لا يكفي فيه علاج الظواهر، وانما لابد ان تقتلع وتجتس اصل الداء من الايه؟ من القلب. اذا كان الدافع على الكذب هو مثلا الطمع، يبقى لازم الانسان يجتس كرسومة الطمع من جوه عشان القلب عشان نبتدي نضرب بالظبط، مش مجرد علاج. وطبعا استاذنا الدكتور سيد ممكن يستفيد اكتر في حته الحاله النفسيه والحاله اللي مثل هذا الشخص. هل ده مريض نفسيا ولا هو عنده مشكله ونقص معين في حته ما فبيحاول يدور على اي حاجه عشان يعوضها، ولا ده وضعه ايه؟ هو زي ما نتفق في الاول، الشخصيه السويه هي وسط بين انحرافين، سواء انحراف ايجابي او انحراف سلبي. يعني مثلا سنقول سي على سبيل المثال الكرم بين البخل صفة سلبية بشعة، وبين الإغضاق والإسراف بنهم وبشرع، فهو فضيلة بين رذيلتين. فاحنا بنقول في الأول خالص علشان نعرف السلوك ده والشخصية دي هل هي شخصية سوية، يبقى شخصية معتدلة في الوسط. طيب الشخصية انحرفت ناحية الجانب السلبي وهو الإدعاء، فاحنا بنسميه من ضمن ال 32 سلوك سلبي اللي هو الشخصيه المدعيه. فالشخصيه المدعيه تكثر من زي ما فضيله الشيخ الدكتور قال انها نسبه الشيء من الاخر الي، تمام، وادعاء ما ليس فيه، وادعاء ما لا يعلم بانه على علم، وادعاء على انه ذو وجاهه بما ليس فيه. كل ده الادعاء ظاهره سلبيه سلوكية نفسية مظهرها وهو ان هو بيدعي وبيكذب، لكن باطنها على ان هو فيه نقصان واحتياج لتقدير الذات. هنا بقى ابتدي اصنف الشخص ده ان هو شخص مريض نفسيا، وابتدي اقول له روح لطبيب نفسي يتعالج معاه. هو على حسب الحالة اللي هو وصل اليه، فهل هو سلوكه ده تكرر اكتر من 21 مرة اصبح عادة، والعادة لا تكتث من الإنسان من نفسه إلا بعامل خارجي، تمام، إما بإثارة أو بحافز أو بدافع أو 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 أو. لكن إذا كانت يعني مرة لا تؤخذ عليه ولكن يسترجع فيه، يعني يراجع فيه، أنت قلت كذا كذا كذا، ده إذا كان غير معهود عليه الكذب. ولذلك إحنا نفرق في الأصل بين كلمة كاذب وكذاب،
وكنا برضو مع مولانا كنا أشرنا إلى هذا في الحديث. الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال حتى يكتب عند الله كذابا، أي تكرر الكذب على لسانه حتى أصبح عادة. فبمجرد ما ينقل الحدث وإن كان صادقا فأنت تتشكك فيه لأنه أصبح كذابا على الموضوع ده، فهو تعرف بيه خلاص. بعكس واحد جاي يؤخذ منه ويراد، فأنت متشكك بين بين، إلى أن تزيل هذه الريبة بأن حضرتك بتقيم الحج على هذا حدث أم لم يحدث. أنا بحدد إذا كان كذاب أو لا. بالضبط. ولذلك إحنا بنقول الحديث برضو اللي مولانا قاله اللي هي آية المنافق 3، حديث غاية في الجمال. إذا تكرر هذا الحدث، يعني مش معنى ان انا وعدت حضرتك استاذ جميل ان انا هقابل حضرتك وبعدين خلفت الموعد يوم فانت تصدر الحديث بتقول لي اذا حدث كذب واذا وعد اخلف. لا، مناط الحديث في التفسير وبرضو مولانا يراجعنا فيه، اذا كان في تعمد، اذا تكرر هذا عمدا، تعمد في فعل الاشياء، اذا تكرر هذا عمدا، تكرر بين تحتها 100 مره خط وعمدا. فلو حد بيشوف اي حد وبعدين ما وفاش بوعده مرة، فدي ليست سمة غالبة فيه، لكن لو أصبحت صفة غالبة فيه فيصبح مرض نفسي يجب أنه هو يروح الاستشاري طبيب نفساني يعالجه من هذا الداء. تمام. انتقل فضيلة الشيخ هاني، حكم الدين وكيف يتعامل الجانب الفقهي مع الشخص الكاذب، يعني الشخص اللي بيكذب ده ايه عقابه عند ربنا سبحانه وتعالى، او ايه حكمه، او ايه وضعه في الدين؟ تمام. طبعا يعني احنا اشرنا الى هو بداية بناء على اللي قاله استاذنا يعني الدكتور سيد، هو يعني ارجو الا يفهم من هذا ان مثلا لو انا كذبت اقل من 21 مرة ان ده مش حرام. لا، هو حرام طبعا. وهو طبعا الدكتور سيد لم يقصد هذا طبعا. هو كان يعني كده واحد يعد في واحد، انا كسبت واحد كسبت اثنين كسبت ثلاثة. لا لا طبعا. وطبعا اكيد الدكتور سيد هو كان يقصد كما فهمت من كلامه متى يتحول الكذب الى حاله مرضيه مستعصيه تحتاج من الشخص ان يتلقى العلاج النفسي لما يصل الى هذا الحد. لكن طبعا الكذب ولو مره واحده عن عمد فهو طبعا حرام. يعني بناء بقى على اجابه لسؤال حضرتك اللي هو يتعلق بالحكم الشرعي او الجانب الفقهي، طبعا احنا اشرنا الى بعض العقوبات في الحديث الذي رويته منذ قليل حين قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور. دي العاقبه بتاعه الكذب في الدنيا، ان هي هتحول الانسان الى انسان عنده فجور. يعني معنى كده أنه سيذهب بالمروءة، يذهب بمروءة الإنسان، يجعل الإنسان فاسد الأخلاق وفاسد المبادئ. تمام. يعني تحضرني هنا وتكملة الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. دي بقى العقوبة الأخروية. يعني أصل النار هو الكذب، يعني قلنا في الحديث باب طبعا. هو باب من أبواب، هي أبواب يعني. هناك أبواب متعددة تؤدي بالإنسان إلى الهلاك في الآخرة والعياذ بالله. هذه الأبواب هو باب الكذب، فهو باب ولكنه مش باب عادي، هو باب يعني نقدر نسميه إن هو باب واسع واسع يعني أكثر اتساعا من أبواب أخرى. كذلك برضو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. مين هم الثلاثة يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل هو الذي يطير ثوبه بنية الخيلاء بين الناس بهذه النية، والمنان هو الذي يمن على الناس بالعطية. مثلا إدى واحد فقير صدقة، يفضل بقى طول عمره يزله بالصدقة اللي هو قد أو عمل فيه، مش لازم صدقة الفقير يعني عمل معروف حتى لو مش مع فقير، فيبدأ كل شوية يفكره بقى عشان خاطر يعني إيه يبين إن هو ليه وعايز الإنسان ده يفضل طول عمره أسير لهذا الإحسان. فدي طبعا تدل على وجود خلل داخل النفس. فالمزبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، اللي هو التاجر اللي بيحلف كذب عشان خاطر يروج السلعة بين الناس، اما ان هو مثلا
يدي السلعة أوصاف مش موجودة فيها. وده أنت لو خدت مثلا المكنة دي بقى يحس الست البيت إن هي لما هتاخد المكنة دي هتتحول بقى إلى سوبر وومن. يعني خلاص بقى يبقى أنا كده أقعد 24 ساعة مرتاحة، وهي طبعا المكنة ما فيهاش الإمكانيات دي كلها. أو إن هو يحلف مثلا هو عايز يدي السلعة للمشتري بتمن عالي، فيقول والله دي واقفة عليا بكذا، لكن طبعا هي هو اشتراها بسعر أقل من ده بكتير. فده برضو من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: المنفق سلعته بالحلف الكاذب. ولذلك يعني سماها الشرع باليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم برضو تكملة لهذا المعنى: التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة. التاجر اللي هو الذي يصدق في الايه في البيع، فإن صدق بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا اللي هما البيعان يعني البائع أو المشتري، لأن المشتري ممكن يكذب برضه مش البائع بس. طبعا المسؤولية أيضا على المشتري كما هي الشخصية. لكن هو يمكن الكذب أكثر عند بعض الباعة الذين يعني يفضلون المكسب السريع الكثير، ولا ينظرون إلى أن المال الحرام يأتي على الإنسان بالخراب وبالدمار، فضلا عن العقوبة الأخروية التي يتلقاها يعني يوم القيامة. دكتور سيد، انتقل لحضرتك فكرة إيه الشخص أو إيه المبررات اللي ممكن تؤدي إلى شخص أنه يكذب؟ هو المبررات متعددة. رقم واحد تجاهله لمبدأ المراقبة. ده رقم واحد. رقم واحد لو أنت عندك مبدأ مراقبة لله عز وجل استحالة تكذب. ولذلك كنا برضو ما زلت بقرر القانون الأزلي البشري ناخد من القانون الإلهي بداية. الله عز وجل عندما قال: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. إذن رقم واحد المراقبة لله عز وجل. رقم اثنين المراقبة للشخص وتقديره لذاته أنه من صنع الله عز وجل، والله يأبى الكذب. ومن أصدق من الله قيلا. لا أحد. إذن رقم ثلاثة الداعي على الكذب عدم احتواء التربية السلوكية في مدارسنا في مناهجنا في شوارعنا في مجتمعنا بالإجمال. جملة وتفصيل. وبمعنى أوضح، عندما أنا أكون في المدرسة وأتلقى تعليم من معلم يكذب، وأتلقى بيعا وشراء من تاجر يكذب، وأتلقى إعلاما من إعلامي يكذب، وأتلقى أخبارا في الصحائف من صحف تكذب، وأتلقى كل هذا يؤثر من جميع الاتجاهات، كل هذا يؤثر. إذن هتخلق حد أين أنا؟ أنا ابن المجتمع. ولكن نقول عندما يكون الإنسان في بوتقة يجب خلع نفسه لأنه مسؤول عن أفعاله هو وليس مسؤولا عن أفعال الآخرين. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجتمع جاهلي يموج بجميع صنوف الرداء، ولكن خلع نفسه لأنه مسؤول وأحس بالمسؤولية. ولذلك الله عز وجل بيقول عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة. يبقى هو خلق لنفسه مجال. إذن الجانب التربوي، الجانب التعليم، الجانب السلوكي، الجانب الإعلامي، الجانب المجتمعي، ادي للناس حقوقها كما له حقوق ويفعل ما عليه من واجبات. إذن هناك عدل وإنصاف في توزيع الثروات. وإحساس الإنسان بضياع حقوقه هو ده اللي بيخليه يكذب علشان ياخد حقوقه. على فكرة بعض الناس مش بتكذب لنيل مقرب، ولا ان هو بياخد منفعة ليست من حقه. احيانا يكذب لنيل حقه، ولان حقه مسلوب فيلجأ ضرورة. ولذلك انا في البداية قلت لحضرتك احيانا بيكذب ضرورة واحيانا بيكذب مرضا، وفي كلتا الامرين او كلتا الحالتين هو كذب، فما فيش مبرر لي اطلاقا، فيش مبرر لي. عشان كده احنا بنقول الصدق في أقوالنا أقوى لنا. أقوى يعني نلتزم الصدق لنا طوال الوقت، والكذب في أفعالنا أفعى لنا. أفعى يعني حي. وأقوالنا أقوى يعني أصلب وأشد. طيب خلينا نتكلم على فكرة
موجودة قوي في الوقت الحالي في زماننا يعني. حد متزوج واحدة وبيكلمها ويقول لها أنا بحبك، اللي هو الكذب على الزوجة. هو اللي ربما يعني يكون قلبه مش فيه الحب للزوجة، ده بنلاقيه كتير يعني. يعني زواج عن طريق الأقارب أو عن طريق الوسائط أو عن طريق الكلام هكذا. إيه حكم بقى الوضع ده لو زوج بيكذب على زوجته؟ جميل السؤال ليه ولا لو أنا ولا السؤال للدكتور؟ دكتور اتفضل. بسم الله. طبعا برضو نجد ان السنة النبوية حتى برضو اثار الصحابة الكرام لم تترك هذه الحالة من غير تشخيص وتوصيف لها. فنجد مثلا في السنة حديث الذي رواه الامام البخاري عن ام كلثومة بنت عقبة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يرى كذبا الا في ثلاث، اللي هي الكذب في الحرب، والكذب من أجل الإصلاح بين الناس، والكذب كذب الرجل على زوجته. لكن هو بعض الناس بقى بيفهمها غلط وبياخدها يعني يتوسع فيها يعني كما يقول يعني يأخذها شبرا ثم تخرج ثم تخرج منه ذراعا يعني كما تقول العرب. فيبدأ طبعا يعني هي الحالة اللي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي حالة كذب الزوج على زوجته من أجل أن يرضيها، ومن أجل أن هو يراعي مشاعرها، من أجل أن هو ما يجرحش مشاعرها، زي الحالة اللي حضرتك قلت عليها. قد لا يجد الإنسان في قلبه مشاعر ناحية زوجته، هو ممكن يكون بيقولها كده عشان ما تكتشفش مصاب ولا خارج المنزل. ما ده التوظيف السري. خلينا نتسايق زي ما احنا بنقول جانب ايجابي وجانب سلبي. يعني هو ربما يكون بيعمل كده عشان حاجه ثانيه، اشياء اخرى يعني. فهي الرخصه موجوده في الشرع طبعا، لا يمكن انكارها، لكن مشكله ان البعض بيوظفها توظيف سيء او توظيف سلبي، فهو ده طبعا اللي احنا بننكره. اما الزوج مثلا قال لزوجته ايوه انا بحبك عشان خاطر، لو هو قال لها خلاف هذا هيجرح مشاعرها او هيكسرها او ما الى ذلك. ويمكن في قصه حصلت في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه، ان واحد من الصحابه او الناس اللي كانوا موجودين في هذا العصر قال لزوجته اتحبينني؟ فقالت لا. فاشتكاها الى سيدنا عمر رضي الله عنه. فسيدنا عمر يعني قال لها لماذا قلت هذا؟ فقالت يعني اني اعلم ان الكذب من النفاق، لان احنا عارفين طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة ومنها إذا حدث كذب. فلما هو سألني أنت بتحبيني ولا لا، خفت أنا بصراحة ما بحبوش. فخفت لو أقول فخفت لو أنا كذبت يعني يبقى أنا كده من المنافقين يعني. طبعا سيدنا عمر يعني أفقه ويعلم طبعا يعني أن في رخصة في هذا الأمر. فقال إن أحدكم إذا سألته زوجته عن محبته لها فليخبرها أنه يحبها، وكذلك العكس لو برضو الزوجة هي اللي سألت أو الزوج هو اللي سأل، فبرضو المرأة تخبره أنها تحبه. يعني في رخصة في هذا إذا كان القصد هو الحفاظ على المشاعر الزوجية. ثم تكملة الكلام أن سيدنا عمر قال فقليل من البيوت هو الذي يبنى على الحب، وإنما يتعاشر الناس بالإسلام والأحساب. يعني قدر ان ربنا ما وفقناش وما حصلش بقى ان البيت تأسس على الحب، واحنا عايزين نبقي على هذا البيت، ممكن ان احنا نبقي على هذا البيت رغم يعني انهيار صرح الحب يعني الاحسان، احسان كل طرف الى الاخر. اما بقى ان يتجاوز الازواج في هذا ان هو بقى يكذب عليها مثلا، يعني بعض الازواج مثلا ممكن يكذب على زوجته عشان خاطر ياخد مثلا فلوس منها مش من حقه او واضح. فده طبعا توظيف سيء واستغلال للرخصه الشرعيه في غير المحل الذي وردت فيه، وده من انواع يعني التحايل المذموم. تمام دكتور سيد، انتقل اخيرا نصيحه من حضرتك للشخص اللي بيكذب، ازاي نعالجه او نقول له ايه عشان ما يكررش مثل هذه الامور مره اخرى؟ هو بعض توصيف الأسباب بيكون من توصيف العلاج، بمعنى احنا لو قلنا للسادة المشاهدين على سبيل المثال ان رقم واحد احنا قلنا أصول التربية، فالوالدين لازم ياخدوا بالهم ان كل حركة وسكنة من حضراتكم بتسجل اما لكم او عليكم من الاولاد الصغيرين. رقم اتنين عدم العقاب البدني، ما تعاقبش ابنك علشان بيكذب، لا جيبه وعرفه انت كذبت ليه يا حبيبي، طب الكذب ده هيبرأك، طب انا هسيبك المرة دي بس وعد انك انت تصدق. رقم ثلاثة جيب قصص لنماذج
صالحة وناس كويسة بلغت بالصدق مهما كان إلى درجة إن هي حققت ذاتها وعملت حاجة إيجابية ووصلت بالنجاح. وجيب له برضو طرائف عن ناس سلبية كانت بتكذب، والعياذ بالله الكذب أودى بهم إلى طريق مش كويس. آخر حاجة بقولها إن بعد إذنكم ولو سمحتم كل واحد مسؤول عن إنه هو نموذج لدينه، يعني بمعنى المسيحي نموذج لدينه والمسيحية برضو بتحرم هذا، المسلم نموذج لدينه والإسلام يحرم هذا، اليهودية نموذج لدينك، فبعد إذنك راعي الله عز وجل في هذا النشأ وراعي الله في نفسك. زي ما حضرتك قلت دكتور سيد والشيخ هاني، نتفق جميعا ان الدين هو الاصل، والعلم المتخصص في جميع الامور وشتى الامور كلها تاخذ من الدين. مزبوط. لو حافظ كل انسان على دينه وعلى تربيته وعلى اخلاقه وعلى فكره القيم والمبادئ اللي اصبحت بعيده قوي عننا في الفتره الاخيره دي، فعلا فعلا حالنا هيتغير تماما ان شاء الله. انا بشكر حضراتكم جدا، حضراتكم شرفتونا ونورتونا على امل لقاء مره اخرى ان شاء الله. بشكر ضيفي الشيخ هاني محمود مدرس مساعد بقسم الشريعه الاسلاميه كليه الحقوق جامعه عين شمس. شكرا حضرتك. عفوا تحت امرك. على امل لقاء مره اخرى ان شاء الله. ان شاء الله نسعد بكم ان شاء الله. اشكر ايضا ضيفي دكتور السيد الزين استشاري الصحه النفسيه. شكرا حضرتك دكتور. شكرا جزيلا على امل لقاء مره اخرى. شكرا جزيلا للمشاهدين والدكتور هاني. مشاهدينا الكرام، للاسف وصلنا لنهايه حلقتنا بحضراتكم النهارده. بشكر حضراتكم جدا وبشكر ضيوفي اللي كانوا مشرفينا ومنورينا النهارده. على امل لقاء مره اخرى ان شاء الله. الى ان نلقاكم، دمتم بكل الخير. Mm-hmm.